الأولاني عنوانه بيقول قرار جمهوري بالتجديد للعام رقم 13 لموارد صندوق التنمية الإفريقي. الرئيس عدلي منصور أصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي التابع لمجموعة بنك التنمية الإفريقي رقم 1 لسنة 2014 والمعتمد بتاريخ 31 يناير من 2014 بشأن التجديد العام 13 لموارد الصندوق وعلى أداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. مش عارف احنا معانا تليفون استاذ محسن عادل. طيب استاذ محسن عادل خبير المالي برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اولا عايزين نعرف طبعا من حضرتك يعني تعريف اكتر او لمحه كده عن صندوق التنميه الافريقي، ما هو عمل هذا الصندوق؟ ما مهمته يا فندم؟ هذا الصندوق منشأ منذ فترة طويلة ومصر هي المؤسس الرئيسي الذي كانت قد قامت به المشاركة في عمليات إنشائه وتدشينه منذ سنوات طويلة. هدف هذا الصندوق الأساسي هو تدعيم عمليات التنمية التي تتم في الدول الأفريقية، وكان جزءا من عملية الاتحاد الأفريقي الذي كانت مصر هي الراعي له منذ الخمسينات. هدف هذا الموضوع الأساسي أنه يعمل بشكل مشابه لعمل صندوق النقد الدولي أو صندوق التنمية الأوروبي، وكان هدفه الأساسي هو أنه يجمع عدد من الموارد التي تقوم بتقديمها عدد من الدول الأفريقية بالإضافة إلى المنح والمعونات التي تقدم من مؤسسات ومانحين دوليين وتدشين عدد من المشروعات التنموية في عدد من الدول الأفريقية. هذا الصندوق قام بعدد كبير من المشروعات خلال الأعوام الماضية، جزء منها كان مشروعات متعلقة بتدعيم البنية التحتية في دول غرب أفريقيا ووسط أفريقيا، جزء آخر كان متعلق بمشروعات توليد طاقة وإقامة سدود، جزء آخر كان متعلقا بمشروعات نقل الخبرات في مجال التنمية الزراعية والصحية والتنمية البشرية. هذا الأمر كان معناه ببساطة أن هذا الصندوق واحد من أهم الأدوات التي تصل عملية التنمية إلى البعد الأفريقي خلال هذه الفترة. مصر بتحاول منذ ثورة يناير أنها تحافظ على تواجدها في المجتمع الأفريقي بشكل كامل. كان هناك قرار صدر العام الماضي بالمشاركة في زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي، ثم العام الجاري بيصدر قرار بالتجديد لعملية الموارد وحصة مصر من موارد هذا الصندوق التنموي. الأمور بتؤكد بشكل كبير لأن مصر تسعى إلى الإبقاء بشكل قوي على بعدها الأفريقي، وأتصور أن الفترة القادمة قد تشهد على العديد من المشروعات المصرية في المنطقة الأفريقية لاستعادة وجودها بشكل أكثر تكثيفا في هذه المنطقة. الآن بالفعل هناك عدد من المشروعات مصر بتدشنها مع دول حوض النيل، بالإضافة أيضا إلى محاولة استعادة للأسواق التصديرية في منطقة غرب أفريقيا وزيادة حجم المقاولات التي تحصل عليها مصر في هذه المنطقة. أتصور أيضا أن مصر قد تتجه خلال الفترة القادمة إلى زيادة المساحة الدور اللي بتلعبه في منطقة جنوب الصحراء وتحديدا في منطقة جنوب أفريقيا والمناطق المتاخمة لها. هذه الأمور من وجهة نظري واحدة من أهم النقاط التي سوف تزيد من المساحة الإقليمية والدور التنموي الإقليمي الذي تلعبه مصر خلال الفترة المقبلة. نعم، القراءة بقى يا فندم أن ده تجديد رقم 13، ماذا يعني يا فندم؟ يعني إحنا لما نجدد مرة أخرى أو المرة رقم 13 بقى مع هذا الصندوق ده بعده إيه؟ تجديد دوري بيتم كل فترة حسب الاتفاقية التي أنشئ بها هذا الصندوق وحسب حجم الموارد المطلوبة في كل فترة. هي أمر تقليدي تماما، وأتصور أنه يعني بالتأكيد هي رسالة أكثر منها أي شيء آخر إلى أن مصر تحافظ على تواجدها الأفريقي، إلى أن مسألة تجنيد عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي هي مسألة يعني كانت طارئة ويجب أن يتم مراجعتها وإلغائها في أقرب فرصة. وأتصور أن هذا الأمر قد قارب بالفعل على الحدوث، وهناك كلام ومباحثات كبيرة لاستعادة هذا الأمر. كذلك أتصور أنه أن عملية التجديد أيضا هي رسالة إلى أن مصر تسعى لزيادة الدور التنموي لها في هذه المنطقة، وأنها سوف تقدم ما هو أكثر من هذه الموارد التي تم الموافقة على تجديدها، ولكنها أيضا سوف تنقل الخبرات والكفاءات البشرية والحجم التطور في البنية التشريعية إلى هذه الدول الأفريقية النامية التي لا زالت حتى الآن بتسعى لإعادة هيكلة شاملة خلال هذه الفترة وتحتاج إلى دعم الشقيق الكبرى منها. نعم، بشكرك أستاذ محسن عادل الخبير المالي، شكرا يا فندم لحضرتك على هذا الإيضاح على الدور اللي بيقدمه صندوق التنمية الإفريقي وأيضا كمان ارتباط مصر بهذا الصندوق.